دينة تيجيجا نظمت المندوبية الجهوية لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حفلا تخليدا اليوم الدولي للمرأة الموافق 8 مارس بإشراف والتقانات والسلطات الإدارية والأمنية وعدد من رؤساء المصالح الجهوية والمهتمين بالمجال الاجتماعي والحقوقي وممثلات عن التجمعات والروابط النسوية بولاية تقانت. والتقانت استعرض في كلمته بالمناسبة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة سبيلا إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات. إن سياسة التمكين للمرأة الموريتانية تميزت في برنامج فخامة رئيس الجمهورية بالشمول والعموم، حيث شملت المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما عالجت عديد الأبعاد ذات الصلة بالمرأة الموريتانية في المدن والأرياف والطفولة والأسرة. ففي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فقد تم في السنوات الخمس الأخيرة تنفيذ استراتيجية وطنية للاستثمار في المرأة الموريتانية لتمكينها واستقلالها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. بدوره المدير الجوي للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، قدم جانبا من الدعم الذي يقوم به القطاع لصالح النساء في هذه الولاية. إنه لشرف لنا اليوم أن نحتفل معكم بتخليد العيد الدولي للمرأة تحت شعار 5 سنوات من الاستثمار في المرأة. وقد شكل برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني منعطفا تاريخيا في التعاطي الإيجابي مع قضايا المرأة عموما، خاصة المتعلقة بالتمكين. المنتخبون المحليون في ولاية تقانت ذمنوا في مداخلاتهم الإنجازات الكبيرة التي تحققت لصالح المرأة خلال السنوات الأخيرة. الحفل شهد تقديم تكريمات وجوائز نقدية لبعض الطالبات المتفوقات في المسابقات الوطنية بهذه المناسبة من قبل الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى توزيع بعض الكراسي المتحركة والعصي على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة. كما شملت الأنشطة المخلدة لهذا اليوم تنظيم معرض كبير لمختلف المنتجات التقليدية في مقر المندوبية، عرضت فيه التعاونيات النسوية كافة المنتجات التي تنتجها أيادي النساء العاملات. وقد اختتمت أنشطة هذا اليوم بزيارة ميدانية أداها سيد الوالي والوفد المرافق لبعض المشاريع الزراعية التي تنفذها بعض التعاونيات النسوية، واطلع على مستوى الإنتاج فيها. الحسن الدباب، قناة الموريتانية، ولاية تقانت.